سيادة الرئيس، الآن يقولون أن إسرائيل تستهدف تدمير غزة وما فيها، وما حدث من تدمير لبرج الجلاء وتدمير مقار 23 وسيلة إعلامية الهدف منه بشكل أساسي هو قطع صوت فلسطين على أن يصل إلى العالم، ولكن الصوت سيصل، الصواريخ سوف توصل لهذا الصوت. المقاومة رغم كل ما تعرضت له من مذابح أرض فلسطين، المقاومة تنتصر. ما حدث الآن، كل ثلاث أيام الصهاينة بيخسروا مليار دولار تكاليف خسائر الحرب، الصهاينة بمئات الآلاف يدخلوا إلى الملاجئ الآن خوفا وذعرا وهربا مما يحدث. المقاومين الفلسطينيين أذاقوا الصهاينة الأمرين في هذه الأيام. في الجانب الآخر، علينا أن نؤكد بكل وضوح أن مصر لم ولن تقصر في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، وأن مع كل من دعوا إلى اعتبارها جرائم حرب، ويجب أن يكون لمجلس الشيوخ دور في دعم المنظمات الدولية التي تدعو لمحاكمة الصهاينة على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني. نائب حسام الخولي تحدث عن ضبط المصطلحات حين قال علينا أن نعلم أجيالنا اسم فلسطين المحتلة، وأنا أقول علينا أيضا أن نعلم أجيالنا في الخارج وأبناؤنا الآن أنه ليست هناك منظمات لحقوق الإنسان، بل هناك بوتيكات للتمويل الأجنبي داخل مصر ومنظمات معادية لنا خارج مصر. هذه هي الألفاظ الحقيقية. كده سيادة الرئيس، الآن يقولون أن إسرائيل تستهدف تدمير غزة وما فيها، وما حدث من تدمير لبرج الجلاء وتدمير مقار 23 وسيلة إعلامية الهدف منه بشكل أساسي هو قطع صوت فلسطين على أن يصل إلى العالم، ولكن الصوت سيصل، الصواريخ سوف توصل لهذا الصوت. المقاومة رغم كل ما تعرضت له من مذابح أرض فلسطين، المقاومة تنتصر. ما حدث الآن، كل ثلاث أيام الصهاينة بيخسروا مليار دولار تكاليف خسائر الحرب، الصهاينة بمئات الآلاف يدخلوا إلى الملاجئ الآن خوفا وذعرا وهربا مما يحدث. المقاومين الفلسطينيين أذاقوا الصهاينة الأمرين في هذه الأيام. في الجانب الآخر، علينا أن نؤكد بكل وضوح أن مصر لم ولن تقصر في دعم أبناء الشعب الفلسطيني، وأن مع كل من دعوا إلى اعتبارها جرائم حرب، ويجب أن يكون لمجلس الشيوخ دور في دعم المنظمات الدولية التي تدعو لمحاكمة الصهاينة على جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني. نائب حسام الخولي تحدث عن ضبط المصطلحات حين قال علينا أن نعلم أجيالنا اسم فلسطين المحتلة، وأنا أقول علينا أيضا أن نعلم أجيالنا في الخارج وأبناؤنا الآن أنه ليست هناك منظمات لحقوق الإنسان، بل هناك بوتيكات للتمويل الأجنبي داخل مصر ومنظمات معادية لنا خارج مصر. هذه هي الألفاظ الحقيقية. كده